وعناصر من تنظيم القاعدة في اشتباكات عنيفة اندلع جنوبي البلاد بين الطرفين. مفتوحة هي الحرب اليوم على ما يبدو بين اليمن وتنظيم القاعدة. اليمن بجيشه وأمنه لا فرق بين موال ومنشق من قواته، والقاعدة بحلفائها من متطرفين مسلحين ومن يطلقون على أنفسهم أنصار الشريعة وغيرهم. تستغل القاعدة فراغ السلطة في بعض محافظات البلاد الجنوبية منها خصوصا، محاولة الاستفادة من انقسام المؤسسة العسكرية لتضرب هنا أو هناك. أحد المواقع العسكرية في مديرية الملاح بمحافظة اللحج كان آخر موقع يتعرض لهجوم مسلحين متطرفين قادموا من معقلهم في مدينة زنجبار بمحافظة أبيان القريبة. الهجوم خلف العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات الجيش وبين العناصر المهاجمة أيضا، كما أدى إلى أسر عدد من الجنود وإعطاب دبابتين وتدمير 3 مركبات عسكرية وفق ما ذكرته مصادر عسكرية. هجمات القاعدة وحلفائها خلال الأشهر القليلة الماضية تشير بوضوح إلى تحول نوعي في أدائها وأهدافها. لا يوجد الأمريكيين أو حلفائهم الغربيين أي وجود عسكري في اليمن، كما قال السفير الأمريكي لدى صنعاء في تصريحات سابقة لبي بي سي. فلا يوجد أمام القاعدة من هدف سوى معسكرات الجيش اليمني، ويذكر أن وحدات الحرس الجمهوري أو قوات مكافحة الإرهاب التي يقوم الأمريكيون بتدريبها ويشرف على قيادتها أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح لم تتعرض إلى أي هجمات، ولا يكاد يذكر الكثير عن مواجهات بين القاعدة وهذه القوات التي يتمركز أغلبها داخل وفي محيط العاصمة صنعاء. الطائرات الأمريكية بدون طيار تشن هجماتها بين حين وآخر مستهدفة قيادات وعناصر بعينها من تنظيم القاعدة، ولا تجد القاعدة وحلفاؤها من هدف للرد عليه سوى أنابيب النفط أو بعض المصالح اليمنية الحيوية.